أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم حيث ظهر في الأسواق أفلام يمثل فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا صدرت فيه قرارات من المجامع الفقهية ومن هيئة كبار العلماء بمنع تمثيل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.